السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لانتروديكسيون ا ليتيد دو دروا، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور باكالوريوس اس ان ايكونومي اي جيستيون بجميع الفيليير ديالو، اي اوسي بور لا ليسونس فوندامونتال اس 3، الناس ديال اس 3 ديال ليكونومي اي جيستيون، بور لي ستوديون اللي كيقراو ليكونومي اللي كيقراو لانتروديكسيون ا ليتيد دو دروا في لي ديفيرونس ايتابليسمون بيبليك. Donc la partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 18. Et ça raconte le fait l'explication de l'organisation judiciaire au Maroc, tant que nous avons le Maghreb. Les juridictions de droit commun. Les juridictions de droit commun. Les juridictions de droit commun, quelles sont les tribunaux de première instance, les hakim ibtidaïa, les cours d'appel, محاكم الاستئناف، وكنلقاو الكور دو كاساسيون اللي هو محكمة النقد، ولا كان من قبل كان سميتو لا كور سبريم، المجلس الأعلى. دونك بالنسبة لهذوك لي تريبونيو دو بروكسيميتي، هذوك ما عادش نديرهم، ولا لي جيريديكسيون دو بروكسيميتي، حيت ما كيدخلوش. دونك نبداو قلنا لي جيريديكسيون دو دروا كومون. دونك دوزيام شوز كونسيرنون هاد لورغانيزاسيون جيتسيير او ماروك، les juridictions de droit commun. Droit commun. Donc, on a d'abord le mahkama, les tribunaux de première instance, le mahakim al-ibtida'iyya. Les tribunaux de première instance. Moi, il m'a dit qu'on a explication. L'explication liée à résumé, je t'arrive à la donc, aussi que tu as fait le donc, ministre de l'explication, un chauffeur, l'organisation, tandem diala, ou un chauffeur, les compétences, l'artisan diala. Donc, un petit A, un chauffeur, l'organisation, tandem diala, le mahakim, ibtidaïa, le Maghreb, organisation. Donc, l'organisation d'Yala, quelqu'un mais il se met les magistrats de siège. Les magistrats de siège. Les magistrats de siège, on le codate. On le codate. Le codate, les quelques qui تسمىو لي ماجيسترا دو سيج. شنو هما؟ اش كيتكون هاد الماجيسترا دو سيج؟ ملي مجموعه ديال القضات كيتكون من البريزيدون، كيتكون من بريزيدون جيش، بريزيدون ديال الجيش، رئيس القضات، وكيكون كيكون فيس بريزيدون، كاين نائب الرئيس كيكون فيس بريزيدون. كنلقاو اوسي دي جيج سيبليون مكملين قضاة اخرين. دونك بالنسبه لهاد لي ماجيسترا دو سيز القضاة اللي كاين في المحكمه، كنلقاو رئيس القضاة، وكنلقاو نائب رئيس القضاة، كنلقاو لي جيج سيبليون يعني القضاة المكملين. هاد بالنسبه لهاد لي جيج الدور ديال هادو كلهم شنو كيديروا؟ كيديروا برونونس لي جيجمون، برونونس لي جيجمون، برونونس لي جيجمون. هاد لي جيج سيبليون يعني كينطقوا بالاحكام، يعني شي قضيه كيديروا الاحكام تينطقوهم. وسي كاين الادعاء العام ولا النيابه العامه، لي ماجيسترا دو باركي، ماجيسترا دو باركي. كاين ماجيسترا دو سيج هما القضاة، وكاين ماجيسترا دو باركي اللي هي النيابه العامه ولا الادعاء العام، النيابه العامه. بالنسبه لي النيابه العامه شنو كنلقاو؟ كنلقاو بروكيغور دو روا، وكيل الملك، تلقاو بروكيغور دو روا ولا ان او بليزيوغ سبستيتي، يعني النائبين ديالو سبستيتي ولا المعوضين ديالو اللي ما كانش هو كينوبو عليه. تلقاو بروكيغور دو روا بالنسبه للماجيسترا دو باركي، تلقاو بروكيغور دو روا وكيل الملك، وكنلقاو واحدين كينوبو عليه الا ما كانش كيعاونوه.
شنو الدور ديال لي ماجيستغا دو باركي؟ هذا ديفوند ديفوند كيدافعوا دو فوند لانتيغي جينيرال، كيدافعوا على الحق العام، لانتيغي جينيرال الحق العام، دافعون على الحق العام. دونك بالنسبه لي ماجيستغا دو سيال دو سيج برونونس لي جيجمون كينطقوا بالاحكام، ولي ماجيستغا دو باركي كيدافعوا على الحق العام والمصلحه العامه. Aussi qu'elle a le personnel administratif. Qu'elle a Mouadafin administratif. Mouadafin. Qu'elle a une greffe. Greffe. Qui t'a battu d'opte. Greffe. Qu'elle a secrétariat. Secrétariat. Du parquet. بالنسبه للسكرتاريه دو باركي هي سيكريتي المكتب المدعي العام، سيكريتاريا المكتب المدعي العام باركي كما قلت لكم. كنلقاو اوسي اوتر، تلقاو ثاني جوج دانستريكسيون، قاضي التحقيقات دانستريكسيون كيكون في المحكمه قاضي التحقيقات تحقق. كنلقاو مثلا لاكيس يعني الصندوق باش تخلص. كنلقاو بيرو دوغدغ، بيرو دوغدغ يعني مكتب الطلبات فاش يحطوا الطلبات. كنلقاو لي زيكسبيرتيس خبراء، خبير مثلا شي قضيه ولا بيقيم شي حاجه اكسبيرتيس اكسيتيرا. دونك هادي بور لورغانيزاسيون ديالهم. شوفوا دابا لي زاتريبيسيون ولا لي كومبيتونس الاختصاص ديالهم. دونك لي زاتريبيسيون les attributions, les compétences, نفس المعنى les attributions المهام ديالهم والاختصاصات ديال محكمات ابتدائيه. دونك هي كومبيتونس جينيرال، عندها اختصاص عام، كومبيتونس جينيرال اختصاص عام، كومبيتونس جينيرال يعني توت لي زافير سيفيل، toutes les affaires civiles يعني جميع القضايا المدنية. immobilier العقارية. pénal الجنائية etc. donc je veux d'abord en matière civile compétence ديالها en matière civile يعني في الاختصاص المدني en matière civile. donc en matière civile est statué en première et dernière ressort lorsque le montant du litige est égal à inférieur à 3000 dirhams. Donc il est qu'un chikadia le montant du litige inférieur ou égal à 3000 dirhams, et ni aqal min 3000 dirhams. Donc ra katchkem en première et dernière ressort ibtida'iyan wa nihai'iyan, ni ma haqq ma andouch haqq al istinaf. Donc il statue en premier et dernier ressort. Yani awalan wa akhiran. Yani ma kaynch haqq al istinaf. Ressort lorsque le montant du litige, montant de litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams. Et le cas de la question, si vous avez 3000 dirhams, vous avez le droit de faire une fois. Vous avez le droit de faire une fois. Donc, nous avons en matière pénale. ماتير بينا يعني ما يخص الجانب الجنائي. دونك هي الكونيس هاد المحاكم الابتدائيه الكونيس سولمون لي ديلي يعني غير الجناح راه ديجا شفناهم درنا نهضر على لي زانفراكسيون لي ديلي et les contraventions. Les contraventions. Il y a des
degré moyen et degré faible les infractions يعني اما هذوك لي كريم جرائم داكشي ما كت ما كت ما كتخطاش بهم دونك هذا الشيء concernant le tribunal de première instance donc بالنسبه للفيديو المقبل نشرح لكم les cours d'appel et cours de cassation j'espère انكم استفدتوا over